نعم المنطقة اليوم كلها انتمت الوجهاء والناس نعم نعم مشكورين على هذا الدعم. الله يسلمك. الشكر قليل جنابكم. لا هذا واجبنا يا أبا واجبنا. هاي البصمة تركتوها ان والله فينا فخر. الله يسلمك. سبعة فأنت سبعة تبلغ؟ سبعة. حتى شنو؟ حتى مثلا يصير رصيف الباقي. بالضبط. يصير قالب جانبي ورصيف. مهم إذا صار سبعة متر بارك الله بيك زين يبقى ثلاثة أمتار واحد ونص بواحد ونص بارك الله بيك أستاذ. الرصيف هم يصير الرصيف هم يصير لا ما يخالف الرصيف يصير هو المهم خلي تبلغ الله يطول عمرك. الرصيف ممكن يصير مرحلة ثانية يصير شارع نموذجي شارع بعرض سبعة أمتار ورصيف متر ونص بمتر ونص قالب جانبي ومقرنص والناس خل ترتاح بس اريد يعني توصوهم على موضوع المنهولات بحيث الماء باكر عقبه تمطر مو يظل يتطافح.